أيضاً وأنا متزوجة، لكن لظروف معينة زوجي دابا خارج المغرب. كنقضي رمضان نقدم مثل كل الأسر المغربية، كنقضيوها شوية يعني. فأنا ما غنهضرش على جانب ديال العبادة، كنهضر على جانب يعني كنا كنقولوا رمضان كنقولوا الماكلة وداكشي بنين وهذا والطبلة عامرة. فمثل كل المغاربة ما كاينش حاجة مسمية زي يمكن مميزة عندي.